نشرة الأخبار تأتيكم من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، والبداية بالعناوين. المشير حفتر يحث وحدات الجيش على حسم معركة بنغازي. القوات المسلحة تسيطر على الجوارشة والحظيرة الجمركية في قنفودة بالكامل. وسلاح الجو الليبي يوجه عدة ضربات مؤثرة لتجمعات الإرهابيين في بنغازي. أهلا بكم. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة عبر غرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش الوطني سيطرت على الحظيرة الجمركية بالكامل في قنفودة غرب مدينة بنغازي بعد معارك طاحنة مع تنظيم داعش الإرهابي. كما أكدت أن قوات الجيش أحكمت قبضتها بالكامل على منطقة الجوارشة بعد دحر فلول الإرهابيين من شارع الشجر والمستشفى الأوروبي. هذا وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة عبر غرفة عمليات الكرامة بأن جميع العائلات والعمالة المحاصرة في منطقة قنفودة من قبل الجماعات الإرهابية لم تصب بأي أذى وأنها بخير. التفاصيل مع مراسلنا محمد العزومي في بنغازي. محمد، أهلا بك وإليك كل التفاصيل. أهلا وسهلا بك دير. طبعا أول شيء نبارك لأهل مدينة بنغازي ولكل الشعب الليبي بهذه الانتصارات العظيمة التي قدمها قوات الجيش الليبي بانتصاراتهم وتقدمهم في محاور مدينة بنغازي، ولا سيما ما نبدا بمحور شارع الشجر الذي اصبح كان في الماضي يعرقل قوات الجيش بكثره الالغام وكثره السيارات الانتحاريه التي فيه. اليوم بفضل الله تعالى وبفضل القوات المسلحه تمت السيطره عليه بالكامل، وايضا السيطره على المستشفى الاوروبي الذي كان غرفة عمليات لمجلس الشورى، ما يسمى بمجلس الشورى ثوار بنغازي، ألا وهم القوات الإرهابية في هذه المنطقة. أيضا كانت هناك استهداف سيارة انتحارية في منطقة قنفودة عند الحظيرة الجمركية، وتمت أيضا السيطرة على الحظيرة الجمركية بكامل. ما تشهده الآن مدينة بنغازي، نستمع الآن في شوارع مدينة بنغازي السيارات والزغاريت والأفراح والهزيج بفرحة انتصار القوات المسلحة. وأيضا أكد لي أحد القادة الميدانيين في مجلس في المحور الغربي لمدينة بنغازي أن هناك تقدمات كبيرة على حي بوصنيب وشبه بإذن الله السيطرة عليه، وأيضا منطقة قنفودة سيتم اقتحامها من أربع محاور، من ثلاث محاور عفوا، في هذه الأيام القليلة القادمة. نعم، هل لديك حصيلة لجرحى أو لقتلى؟ حتى الآن لم يعطينا أي حصيلة بناء على ما قدمه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، منع دخول القنوات إلى تلك المحاور، لم نستطع الدخول إلى تلك المنطقة. ما زالت الاشتباكات تدور في حي بوصنيب وأيضا منطقة قنفودة، لم تأتينا حتى الآن أي حصيلة لشهداء أو لجرحى. نعم، القيادة العامة أعلنت بأن هناك 15 جثة في منطقة قنفودة، هل تأكدت هذه الأخبار؟ تأكدت هذه الأخبار، هي طبعا كما ذكرنا أن هذه 15 جثة هي تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة قنفودة بعد المعارك التي خاضتها مع قوات الجيش الليبي. نعم، محمد العزومي مراسلنا في مدينة بنغازي، شكرا لك، ولازلنا سنواصل معك آخر تفاصيل تقدم القوات المسلحة في قنفودة وفي الجوارشة. هذا وتحصلت قناة ليبيا الحدث على فيديو حصري يبين لحظات دخول وتحرير قوات الجيش العربي الليبي للمستشفى الأوروبي في منطقة الجوارشة الذي ظل لفترة طويلة موقعا استراتيجيا لتمركز الجماعات الإرهابية في محاولاتها لصد تقدم القوات المسلحة لتحرير المنطقة. الله أكبر، 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 الله أكبر،
هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد ألقى كلمة عبر اللاسلكي أمس الإربعاء يشيد فيها بإنجازات وحدات الجيش في مدينة بنغازي، ويحثهم على الإسراع بحسم المعركة والحفاظ على إنجازاتهم ومنع الجماعات الإرهابية من الهروب. وتأتي هذه الكلمة في ظل التقدمات الميدانية بالمحور الغربي للمدينة وتحرير منطقة الجوارشة بالكامل من قبل قوات الجيش الليبي، ولا زالت تدور معارك طاحنة ضد الإرهابيين في منطقة قنفودة. وكم ممتازة لصحة لنا الحمليات، لأنه كل تمام ما شاء الله. هذا الجهد اللي بنستوه مشكورين تماما، وهذا جهد منتصر، لكن لابد من الاستمرار، الاستمرار والقوة. كل يوم لابد تحصل أمور جديدة، ما تصحوش كل هالجهد اللي بنستوه وهالأهداف اللي حتحصلون هذه إذا ما كانت متواصلة. فطبعا يقبل عنا مش ملائم، ما يبقاش حد يتاخر، اللي يتاخر على حساب الجماعه كلهم، مش على حساب نفسه كلهم. المجموعات اللي عرفها انا ما فيش اصلاح تو على الجهاز مباشره، لكن اللي تاخر راهو مش كويس، تاخر راهو مش كويس، لان انا بعض الجميع. واللي تاخر تو انا كلمه لازم يجي ويتفاهم وياه، لان يا اما يكون قد وجوده فاعل، والا بعدين يقولوا لها حطوا في مكان ثاني ماهوش مناسب. هذه محاور هي عزه ليبيا كلها وعزه بنغازي بصفه خاصه. فلازم يعني تشوفوا هالجماهير وهالشعب، رغم انه فاقد، كل واحد فاقد بيته، فاقد جاره، فاقد خريجه، الا انهم كلهم حاطين هذا كله وراهم في سبيل يعني دعمكم حتى معنويا. وفي سياق متصل، صرح الناطق باسم كتيبة شهداء الزاوية لقناتنا أن قوات الجيش الليبي تمكنت من اعتراض سيارة مفخخة قبل وصولها لموقع به تمركزا لقوات الجيش في منطقة بوسنيب للقيام بعملية انتحارية لمنع تقدمها المتواصل لدحر بقايا فلول الجماعات الإرهابية في قنفودة. من جانبها، قالت رئاسة أركان سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إن مقاتلات سلاح الجو قامت باستهداف آليات وأفراد للمجموعات الإرهابية أثناء محاولة فرارهم من منطقة الجوارشة إلى قنفودة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الجيش الليبي على الأرض، مؤكدة تدمير تلك الأهداف المتحركة وهلاك كل من فيها. وأضافت رئاسة أركان سلاح الجو أن مقاتلاتها قصفت تجمعا للآليات والأفراد في منطقة سوق الحوت، ما أدى إلى تدمير العربات وإصابة كل الموجودين في التجمع، مشيرة إلى أن منطقة الهلال النفطي شهدت استطلاعا مكثف على كافة المناطق تحسبا لتقدم أي قوات غزية. نفى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وجود أي خلاف ما بين الحكومة المؤقتة ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة، مبينا أن الإشاعات المتعلقة بوجود خلافات بينهم ليست في محلها، مؤكدا أن الحكومة تعمل بتنسيق تام مع أعضاء مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح. والثني أوضح على هامش الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن هناك بعض النواب لديهم وجهات نظر مختلفة، فبعضهم يؤيد حكومة الوفاق وآخرين لديهم وجهة نظر أخرى بخصوص الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن الاختلاف ليس عيبا بل شيء طبيعي داخل مجلس النواب. والحكومة تعمل بتنسيق تام مع مجلس النواب ومع سيادة المستشار عقيلة صالح ونوابة والسادة النواب، ولكن شيء طبيعي هناك بعض النواب اللي عندهم وجهة نظر مؤيدين لحكومة الوفاق، أو بعض النواب اللي عندهم بعض وجهة النظر في الحكومة المؤقتة، وهذا من حقهم وهذا ليس عيب، وهذا شيء طبيعي وظاهر
طبيعية أن ليس كل النواب يؤيدوا الحكومة، يروا قد يروا أن هناك تقصير في الحكومة أو في الأداء، ولكن الظروف اللي نعيش فيها نحن كحكومة مؤقتة، لو هم في مكاننا لوجدوا لملامونا على ما نحن فيه الآن. مرضات الناس غاية لا تدرك. لا نقول نحن حكومة أدينا وقمنا بواجبنا على الوجه الأكمل، ولكن نستطيع أن نقول قمنا بالشيء الكثير، واستطعنا أن نحافظ على الأقل الحياة تسير بشكل جيد، ما نقولوش ممتاز، جيد. قالت مديرة المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: لم يزلطني إن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدائري أعلن عن بدء استراتيجية عمل جديدة سيقوم بتنفيذها في الفترة القادمة. وأوضحت زلطني بأن الاستراتيجية تتمحور حول اعتماد دبلوماسية نشطة وسرعة في الأداء والتواصل والحوار المشترك مع الدول، وأن الوزير سيقف بنفسه على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين ليبيا والعالم الخارجي، كما أنه يراقب عن كثب تقارير اللجان الوطنية حول حقوق الإنسان في ليبيا، خاصة الانتهاكات الإنسانية التي تحدث في العاصمة طرابلس، لتقديمها للمجتمع الدولي. أصدرت مديرية أمن درنة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بيانها رقم 2 للعام الجاري، نفت فيه ما جاء على لسان رئيس ما يسمى بالمسؤول الأمني لمدينة درنة بشأن إعادة تفعيل مديرية أمن المدينة. وطلبت المديرية من جميع منتسبيها من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين عدم الانضمام لهذا الجسم المشبوه حسب وصفها. وطمأن البيان جميع منتسبيه بخصوص تهديد الشخص المذكور بإيقاف مرتبات كل من يتخلى عن الالتحاق بهذا الجسم غير الشرعي، قائلا بأن الجماعات الإرهابية لا تستطيع المساس برواتبهم إلا عن طريق مدير الأمن المكلف من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن درنة النقيب أبو بكر الفادي. سيادة النقيب، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة وبجميع المشاهدين الكرام لقناة ليبيا الحدث، قناة كل الليبيين الأحرار. سيادة النقيب، أنتم فندتوا في البيان ما تم نشره بخصوص ما جاء على ما يسمى بالمسؤول الأمني لمديرية درنة. من وراء هذا النداء الذي يطلب من كل منتسبي مديرية الأمن الرجوع إلى هذا الجسم المشبوه كما أنتم وصفته؟ نعم أختي الكريمة، لا يخفى على أحد من وراء هذا البيان. طبعا الجماعات الإرهابية التي تسيطر وبيد من حديد على مدينة درنة الأسيرة، التي تضم العديد والعديد من الأعضاء والضباط المنطويين تحت هذه المديرية. نعم. طيب، ماذا جاء في هذا البيان بالتفصيل أو في هذه الدعوة التي طالبوا بها المنتسبي المديرية بالعودة إلى أعمالهم؟ المطالبة طبعا لم يعد لدى هذه الجماعات سوى هذه الوسيلة، وهي وسيلة الضغط باعتبارهم يعني يقومون بالضغط عبر نداءات عبر الراديو بمدينة درنة لإيقاف مرتبات كل من يتبع هذه المديرية ينضموا إليهم، وبينما أن هذا الأمر ليس له خطورة على جميع الضباط والمنضوين تحت هذه المديرية. نعم. النقيب أبو بكر الفادي الناطق الرسمي باسم مديرية أمن درنة، شكرا جزيلا لك. نشر
أشار مكتب التحري بالإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية طرابلس إحصائية للجرائم المرتكبة داخل نطاق العاصمة في الفترة ما بين الأول من نوفمبر حتى منتصف الشهر الحالي من العام الجاري، بين ارتفاعا كبيرا في معدل الجرائم المرتكبة. وجاء في الإحصائية أن 47 جريمة سطو مسلح طالت المركبات الآلية الخاصة والعامة، و26 جريمة اختطاف من أجل طلب فدية مقابل إطلاق سراح الضحايا وقعت في العاصمة في الفترة المذكورة. وأضاف المكتب أن الجثث التي يتم العثور عليها بشكل مستمر على قوارع الطرق بلغ عددها 19 جثة تحمل أثار تعذيب بشعة، من بينها 3 جثث لفتيات في العشرينات من العمر. أكد شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح لطيوش في مداخلة هاتفية على قناة ليبيا الحدث عبر برنامج الحدث في أول ظهور له بعد عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها في مدينة بنغازي، أكد أن صحته جيدة وهو يتلقى العلاج بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا من الله أن يعجل بنصر الجيش الوطني في حربه على الإرهاب. أولا سيدنا أحييهم جميعا وأشكرهم جميعا. أهلا. أشكر أخوتي الليبيين في كل أقاع ليبيا، كل من شارك ومن حضر إلى المستشفى أو من اتصل أو من حضر إلى المنزل، لهم جميعا منا الشكر والتقدير والاحترام على حضورهم وعلى اهتمامهم. بالنسبة لي أنا الآن موجود في دولة الإمارات العربية أتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، ووضعي الحمد لله في تحسن بعون الله. نتمنى بعون الله إن شاء الله أن يعجل ربنا بالشفاء وأن أعود وأن أرجع إلى أهلي وأبناء شعبي ومدينتي بنغازي. هذا هو ما أطلبه من الله سبحانه وتعالى. أتمنى لله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر للجيش الوطني وأن يتقبل شهداءنا بواسع رحمته وأن يشفي جرحانا. والجميع أحييهم وأبارك للجيش الوطني وللشعب الليبي انتصاراته التي نسمعها هذه الأيام. نتمنى بعون الله أن نرجع للبلاد وقد تحررت بنغازي. آمين. وهذا هو أملنا ومطلبنا وما نصب إليه بعون الله. أقل شيء يعتبر هذا هو النصر الأول الذي نعتز به ونفاخر به، وهو تحرير مدينة بنغازي. كشف تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وقوف ليبيا في صدارة الدول الأكثر خطرا بالعالم إلى جانب سوريا، اليمن، أفغانستان ومدينتي جاوة وتمبكتو ومنطقة كيدال في مالي وأقليم دارفور بالسودان ودولة جنوب السودان والصومال. التقرير الذي استند على دراسة أعدتها منظمة ليبسوس موري البريطانية لأبحاث السوق أكد بأن هذا التصنيف اعتمد تحذير المسافرين والسياح من الذهاب إلى هذه الدول والمدن والمناطق لكونها تمر بحالات مريرة من الحرب والانفلات الأمني. هذا واختتم التقرير باستبعاد تحسن الأحوال وتغييرها على المدى القريب والمتوسط بالدول المصنفة على أنها الأكثر خطورة في العالم وفي طليعتها ليبيا، وذلك بناء على ما هو متوفر من معطيات على الأرض في هذه الدول. هذا وكانت قناة ليبيا الحدث قد استطلعت آراء المواطنين في ليبيا حول الفوضى في البلاد في ظل وجود 3 حكومات. لنتابع. حاجة 3 حكومات في ليبيا، أكيد كل حكومة إحنا مش عارفين ما ناخذوا على أي حكومة، يعني تاخذ بالحكومة الإنقاذ ولا الحكومة المؤقتة ولا الحكومة السراج، ما فيش حكومة شفتها مسيطرة في ليبيا، ما شفتش أي حكومة لا تنفيذ لا على الأرض الواقع، ما عندهمش أي قرارات مكلم على الورق فقط. والله هي الفوضى اللي صايره عندنا نحن نتيجه اول حاجه الناس من المواطنين نفسهم هم مش مساعدين لا مساعدين الجيش ولا مساعدين الشرطه، يعني في اهمال من الناس نفسها عند عدم مبالاة وجدين. هم المفروض الناس يخافوا على بلادهم على منطقتهم على شوارعهم على جيشهم
على شرطتهم، لكن اللي موجود عندنا ان الناس من عدم مبالاة. وبالنسبه للحكومات احنا عندنا حكومه في طبق، حكومه في ترابط، ومع كل واحد قاعد يجري على روحه على مصالحهم الشخصيه، ما فيش حد مهتم بالمواطن بكل. رايي ان مش معقوله دوله بالشكل هذا فيها ثلاث حكومات، المفروض حكومه واحده متحده والبلاد مش متفرقه. لكن المشكله ان في الغرب مسيطر عليها العاصمه ميليشيات مسلحه، والميليشيات هذه يعني في منها متطرفه وفي منها تابعه لجهات اخرى، ولهذا هم متمسكين بالحكم ما يبوش يسيبوا مكانهم. والشرق انت عارف يحاربوا في الارهاب، والغرب هم اللي ساعدوا هنا في المجموعات الارهابيه. ضروري ولا حكومه تنفع ولا حكومه تدير فائده، ومجلس النواب حايز هيك وخلاص. سببها عدم ترابطنا نحن كليبيين مع بعضنا، الطمع اللي سيررنا للسلطه ورغباتنا شهواتنا للرغبه في الطمع في المال واللي طمع في الكراسي واللي نحطوه نحن بايدينا يرد اصله هو نتاج منا نحن. ولهذا لابد ان نتحد، سواء كنا في غرب ولا كنا في شرق ولا كنا في جنوب، نحن اخوت وعائله واحده واسره واحده. هالمرمده اللي حقوا فيها هم اللي اسبابها، سببها هو الغريزه نتاعتنا الجشعه والرغبات السيئه بصراحه. نحن مفروض نتغاضوا على كل شيء ونتسامحوا ونردوا الحياه الطبيعيه نتاعتنا. اصلا اكثر لو ما نوصلوش للنقطه هذه هم مثبتين في الراي ونحن مثبتين في الراي مش حنوصلوا الحل. والحاجه ثلاث حكومات. نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. حكماء واعيان البيضه يطالبون بتعيين حاكم عسكري للبلديه. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة الإهرام المصرية في تحقيق صحفي لها من داخل المواني في الهلال النفطي، قالت إن خسائر ليبيا في السنوات الماضية جراء إغلاق الميليشيات الخارجة عن القانون للمواني والحقول بلغت 130 مليار دولار. كما أبرزت الصحيفة في تحقيقها عودة الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني بفضل تحرير قوات الجيش الليبي لها في سبتمبر الماضي في عملية أطلق عليها اسم البرق الخاطف، مبينة أن قوات الجيش تؤمن الحقول بالكامل، وهذا ما يساعد على دوران عجلة الإنتاج بشكل جيد، حيث سيبلغ في بداية العام المقبل مليون برميل يوميا. طالب مجلس حكماء واعيان مدينة البيضاء ورابطة أسر الشهداء والمفقودين بالجبل الأخضر بتعيين حاكم عسكري للمدينة إسوة بباقي المدن، مؤكدين في بيانين منفصلين بحسب وكالة الأنباء الليبية على ضرورة إقالة المجلس البلدي وإحالته للتحقيق. وأشاروا إلى أن المجلس البلدي لم يبدي أي جدية في التعامل مع الأزمات الراهنة، فضلا عن أخطائه وتجاوزاته التي أدت إلى تفاقم تلك الأزمات بدلا من احتوائها وحلها. أكد أعضاء النقابات الأساسية بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية والشركة الليبية للتموين في مطار الأبرق الدولي على دعم موظفي وعمال الشركتين للحصول على حقوقهم المشروعة المتمثلة في مرتباتهم المتأخرة منذ فترة طويلة. هذا وقد حذر عمال وموظفو الشركتي سالفتي الذكر أنهم سوف ينتقلون للمرحلة الثانية من التصعيد، وهي الإضراب عن العمل بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وعدم تقاضي مرتباتهم لمدة عام كامل.
أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي الاستثنائي للقيادة العامة للقوات المسلحة لنتابع آخر تطورات وتقدمات الجيش الليبي في بنغازي. بداية أرفع للشعب الليبي العظيم الذي ساند القوات المسلحة في حربه ولا زال يساند في جيشه الوطني أجمل التحايا، ونزف لهم أخبار هذه الانتصارات العظيمة، ونزف لهم تحيات سيدي القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، كما أرفع إليهم تحيات كل أبنائهم في كل جبهات الذين جابوا هذا النصر من بعد 30 شهرا من القتال المتواصل. اليوم أيها الأخوة إنجاز عسكري ضخم حققته القوات المسلحة بعد معركة طويلة جدا ضد الإرهاب، كنا حريصين فيها على أرواح المدنيين، كنا حريصين فيها على ممتلكات المدنيين وعلى ممتلكات العامة، كنا حريصين فيها على تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق المواثيق الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتطبيق التعليمات والأخلاق للمجتمع الليبي بصفة عامة. اليوم أيها الأخوة قواتكم المسلحة سطرت ملحمة أخرى من ملاحم الشرف والبطولة والمجد، قدمنا شهداء نترحم على هؤلاء الشهداء، وقدمنا جرحى ندعو لهم بالشفاء العاجل، قدمنا تضحيات كبيرة، ولكن هذه ليبيا يا سادة تحتاج إلى أبنائها الشرفاء الآن وفي هذه المرحلة الحساسة والحرجة. بداية هذا النصر العظيم الذي تحقق اليوم، وبعد الإذن من سيدي القائد العام، بعد الإذن من السادة في غرفة عمليات الكرامة، نبدأ نسرد عليكم أهم محطات النجاح للقوات المسلحة في معركة الأربع أيام الأخيرة أو الثلاث أيام الأخيرة. بداية سيدي المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية تقدم في هذه اللحظات بتحية إجلال وإكبار للقيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها السيد المشير خليفة بن قاسم حفتر، وإلى كل منتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وللقوة المساندة، وكذلك لأمري غرف العمليات والوحدات المقاتلة والقوات القتالية. هذه التحية ستكون لها دافع معنوي كبير جدا لقواتنا المسلحة على الأرض، وهي تدل على ترابط وتماسك الخطوط السياسية والعسكرية سواء على المستوى التشريعي والمستوى التنفيذي، لكون السيد رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد الله الثني تقدم بتحية شكر وإجلال وتهاني للقوات المسلحة وللشعب الليبي العظيم بإنجازات القوات المسلحة اليوم في السيطرة على منطقة الجوارشة بالكامل. وهذا الإنجاز حقيقة هو إنجاز كبير جدا جدا باعتبار منطقة الجوارشة اتخذت كرمز لأكبر تنظيم إرهابي في منطقة بنغازي أو في منطقة ليبيا بالكامل. الجوارشة كانت رمز لتنظيم أنصار الشريعة اليوم تحت سيطرة قوات المسلحة التي قامت بتطهيرها بالدماء بالتضحيات الكبيرة بالشجاعة بالثبات بالصبر. فالتحية لرجالنا ولرجالكم في القوات المسلحة العربية الليبية. الهجوم بدأ يوم الأحد الماضي استكمالا لمعارك السابقة. نحن نأخذ عدة معارك من أجل في إطار الحرب على الإرهاب. المعركة الجوارشة بدأت يوم الأحد السابق، واستطاعت قواتكم المسلحة التقدم بخطى ثابتة نحو تدمير آخر أوكار الجماعات الإرهابية في منطقة الجوارشة، المركز الرئيسي أو الوكر الرئيسي لمجموعة أنصار الشريعة التي كانت تتخذها كتمركز رئيسي، كمخزن للذخيرة، كغرف العمليات، كمستشفيات ميدانية، وكذلك كسجون سرية للأبرياء من الشعب الليبي ولمنتسبي القوات المسلحة. نفذت في هذه المنطقة العديد من الاغتيالات والعديد من عمليات الخطف لأبناء الشعب الليبي، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية. وحدث اليوم حدث كنا ننتظره من أكثر من 30 شهر، والحمد لله الذي وصلنا إلى هذه النقطة، وهو تلاقي الوحدات المقاتلة في منطقة الجوارشة التي كانت تقاتل عن بعد، وكان كل محور يقاتل بمسافة كبيرة عن المحور الآخر، ولكن اليوم قواتكم المسلحة بدأت في الاقتراب. نأخذ خريطة الجوارشة الآن. هذه خريطة الجوارشة. اليوم قامت القوات المسلحة بقصف شارع الشجر بطيران بالمدفعية منذ 4 أيام، وتمهد لتقدم القوات البرية. اليوم قواتكم تشوف فيها الأسهم الحمراء
بدأت في الهجوم، الآن تقابلت والتقت هذه القوات في منطقة هذه المنطقة، التقت في منطقة القوارشة قوات مسلحة، قوات في المحور الشرقي والقوات في المحور الجنوبي والقوات في المحور الجنوبي الغربي. اليوم تقابلت كل الوحدات والقوات المسلحة في هذه المنطقة. اليوم تقابل الرجال الذين كانوا يقاتلوا منذ 30 شهر ولم يتقابلوا من قبل، اليوم وصلنا إلى نقطة التلاقي بين القوات المسلحة وهي منتصرة وحاسمة للمعركة، وقامت بإنهاء الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة. هذه العملية بدأت بشكل دقيق جدا، كان الهجوم يحمل نوع من العنف الشديد، ولكن مع الإبطاء والتهدئة كان هجوم هادي بالنسبة للقوات المسلحة. استخدمت فيه تكتيكات معينة، قامت الوحدات بتنفيذ أوامر غرف العمليات وغرفة عمليات الكرامة بشكل دقيق جدا، وفرت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الإمكانيات اللازمة لهذا الهجوم، من معدات، من ذخائر، من أسلحة، من تعويض ناقص حتى في الأفراد، بعد توفير واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح الهجوم. تم اتخذ القرار بالهجوم الأخير على منطقة القوارشة ومنطقة قنفودة. قواتنا المسلحة اليوم قامت بعمل جبار في الأربع أيام الأخيرة. ثمار هذا الإنجاز أن اليوم نشوف تلاقي هذه القوات بعد تحرير كامل طريق طرابلس بنغازي بالكامل، الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، بعد تحرير جزء الأيمن من منطقة بوسنيب بالكامل، والآن القوات المسلحة بدأت تسحف لتحرير باقي المنطقة. وتقريبا هناك أخبار تقول أن القوات حاولت أو الآن تقريبا أنهت هذا العملية، ولكن سننتظر التعليمات من سيدي آمر غرفة عملية الكرامة العميد عبد السلام الحاسي اللي أعطانا آخر مستجدات. ولكن ما أبلغنا به هو أن القوات المسلحة استطاعت بكل بسالة السيطرة على منطقة القوارشة بالكامل، منطقة العمارات السنية من في السابق تم السيطرة عليها، منطقة طريق طرابلس، طريق بنغازي، هذه الطريق الآن طريق تحت سيطرة القوات المسلحة. ولكن في نفس الوقت لا يعني ذلك أن يدخل المدنيين لهذه المنطقة. غرفة عمليات الكرامة توهي بكافة المواطنين بعدم الدخول خلف القوات المسلحة للمناطق المحررة لوجود آلاف الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، وبالتالي عليهم انتظار أوامر غرفة العمليات بالخصوص وإعطاء الإذن في وقته إن شاء الله بعد التأكد من قبل صنف الهندسة العسكرية بأن الأمور تم تمشيط المنطقة بالكامل وأن الأمور تمام. المعارك لم تكن هنا فقط، بل طبعا احنا في هذه المنطقة يقاتل القاطع الأول في على الشرق، القاطع الثاني، القاطع الثالث، القاطع الرابع. الآن القاطع الرابع والقاطع الأول بدأوا في عملية هجوم كبيرة جدا على ما تبقى من جماعات الإرهابية في منطقة قنفودة، والسبب أن العائلات والمفخخات وكذا. الآن الهجوم باطئ على قنفودة، ولكن أنا أشيد بتقدم هذه القوات، وحقيقة تطبيق الخطة بهذا الشكل يدل أن هناك وعي تكتيكي وثقافة عسكرية عالية لدى الجنود على الأرض ولدى القادة الميدانيين على الأرض. لنحييهم كل الكتائب، لا نريد أن نسمي كتيبة الآن حتى لا أنسى كتيبة وبالتالي سنقع في إحراج. الأهم من ذلك أن قواتنا اليوم حررت منطقة الحظيرة الجمركية في قنفودة، وهي من أكبر الحظائر الجمركية في بنغازي. بيشتعرف أن بنغازي مدينة الاقتصاد الليبي فيها أكثر من 5 حظائر جمركية، وهذا يدل أن بنغازي هي مدينة وعاصمة العاصمة الاقتصادية لليبيا. في منطقة قنفودة من جريانة حتى نهاية قنفودة توجد أكثر من 5 محطات خاصة بالحاويات والحظائر الجمركية. الآن بعد تحرير منطقة أو الحظيرة الجمركية في قنفودة تقدموا إلى الأمام، جثث القتلى من الطرف الآخر متناثرة في كل المنطقة. قواتنا المسلحة في هذه العملية، وهذا تقرير عن وكيل وزير الصحة المتواجد الآن حقيقة القائم بعمله نادر كويدير، الآن أخبرنا أن عدد الشهداء في عمليات اليوم 13 شهيد و47 جريح، منهم 30 جريح أجرت لهم عمليات جراحية الآن في مستشفيات مدينة بنغازي. التقدم كان ناجح باعتبار استفادوا من القصفات المدفعية والطيران التمهيدية.
استفادوا من الخبرة السابقة، وبالتالي الآن هذه المنطقة بالكامل تحت السيطرة. نطمنكم على الوضع في قنفودة، الآن قنفودة ضاقت الحلقة نهائيا على الجماعات الإرهابية في وسط قنفودة، وبالتالي نتمنى من الأهالي إذا كان هناك عائلات، نحن لدينا جندي اليوم حاول من كتيبة شهداء الزاوية حاول الدخول داخل قنفودة لإنقاذ عائلة فتم استهدافها بشكل مباشر من قبل الجماعات الإرهابية وهو جريح الآن، ندعو له بالشفاء العاجل. جماعات أو الطرف الآخر في هذه العالقين وهم العمالة الأجنبية الأسرى والمعتقلين لدى الجماعات الإرهابية، هناك خروج لبعض منهم في اليومين الماضيين، ولكن اليوم لم تترد لدينا أي تقرير حول الخروج أحد من هذه الجماعات. بالتالي هنا نريد أن نؤكد على نقطة هامة، أن العائلات لحد هذه الساعة ومنطقة التي نحن نظن أن بها عائلات حتى هذه الساعة لم ندخل فيها بالقصف الناري، لم نستعمل ضد أي وسيلة من وسائل التمهيد، ولكن المعركة الآن جميع الإرهابيين الذين كانوا في قنفودة والبعض الذين هربوا من القوارشة الآن يحتمون بالنساء والأطفال والشيوخ في قنفودة الآن، وعليهم الخروج والمواجهة خارج المكان للعائلات حتى لا يكون هناك ضرر لهذه العائلات. ونحن في مؤتمر يوم أمس أكدنا أن المسؤولية سلامة وأمن هذه العائلات هي مسؤولية هذه الجماعات الإرهابية، وهي متتحمل كل ما يحدث لهذه العائلات وتتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية حول ما يحدث لهذه العائلات من ضرر. العائلات عليهم الابتعاد وأكرر دائما عن أماكن تمركز جماعات الإرهابية، عليهم الابتعاد عن الآليات والمدرعات ومخازن الذخيرة، عليهم الابتعاد عن أي واحد يحمل سلاح، وهذه النقطة قد تكون حساسة لأول مرة ندعوها، عليهم الابتعاد عن أي واحد يحمل سلاح ولو كان بندقية كلاشينكوف، سيتم استهدافها بشكل مباشر، وبالتالي سيتم استهداف المنطقة أو المكان الموجود فيه، وقد يكون هذا المكان داخل عائلات، اي بندقيه اي سلاح ابتعد عنا، وبالتالي عليك ان تحمي نفسك الان. احنا اعطيناك اكثر مبادره، قدمنا لك قدمنا للعائلات الهدنه، قدمنا لهم المبادرات، قدمنا لهم كل الحلول ولكن لم يؤخذ بها. اليوم الدائره ضاقت عليهم وعليهم الان ان يفكروا في انفسهم للخروج او للاحتماء او لمنع الجماعات الارهابيه من الاقتراب منهم. المعركه مستمره، الغايه والغرض اجتثاث الارهاب، وبالتالي قنفودة الان اصبحت بين قوسين عائلات وقوات مسلحة. نعم المعادلة معقدة ولكن الخطة واضحة جدا لدى غرف العمليات ولدى المقاتلين على الأرض من أجل التقدم الناجح والتقدم السليم نحو تحقيق الهدف الأسمى للحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي. الضربات الجوية اليوم استمرت مساء في منطقة قنفودة على أطراف قنفودة، استمرت الضربات بعد ورود معلومات لتحرك بعض الجماعات الإرهابية، وهم الآن أصبحوا قلة نهائيا، أصبحوا الآن لا يذكر العدد، ولكن متحصنين خلف كانوا في السابق كانوا من 24 ساعة متحصنين خلف الألغام والمفخات، ولكن قواتهم المسلحة الباسلة بفضل رجالها، بفضل الله سبحانه وتعالى من ثم رجالها الأبطال استازوا الخط الدفاعي الأخير للجماعات الإرهابية، وهم استازوا الآن خطوط الألغام والمفخات. الآن الأرض الآن أمامهم شبه مفتوحة، الهندسة العسكرية تعمل أمامهم بشكل جيد، وبالتالي سيكون حسم بقية قنفودة في الساعات القادمة بالتأكيد، وخاصة في 24 ساعة ستحسم هذه المعركة بإذن الله، وستصدر القيادة العامة أو سيد القائد العام أو يعلن تحرير هذه المنطقة بشكل رسمي إن شاء الله بعد إنهاء العمليات. منطقة قنفودة منطقة سوق الحوت والصابري على ما يبدو ستنتهي بالجلطة زي ما بعض الشباب، باعتبار أنهم اليوم حاولوا يهرب عن طريق البحر ويحاولوا استخدام بعض القوارب وخاصة الاتجاه شرقا مش غربا، يتجهوا شرقا وحاولوا تحريك بعض القوة لإحداث ضرب شكي خلف القوات المسلحة، ولكن الطيران كان موجود، المدفعية كانت موجودة، الشباب كانوا موجودين وقاموا بقصف تحركاتهم. قبل قليل قد تكون سمعت حتى دوي هذه الانفجارات في كل أرجاء بنغازي. إذن أهني الشعب الليبي، أحمل لهم تحيات القوات المسلحة العربية الليبية، وبارك لهم الانتصارات،
أبشرها من قواتكم المسلحة الآن أصبحت قوة ضاربة قادرة على مكافحة الإرهاب، وأن قواتكم المسلحة لها الشرف أن تكون أول قوات مسلحة في منطقة الحوض البحر المتوسط تقوم بمكافحة الإرهاب وتعلن الحرب على داعش بشكل رسمي. وهذه النقطة يجب أن نقف عندها كثيرا، وعلى المحللين السياسيين والعسكريين وقف عندها لإعطاء الأدلة. نحن أول من أعلن القوات المسلحة، أول من أعلنت الحرب على الجماعات الإرهابية في سنة 2014. نحن كنا نقاتل جماعات إرهابية قبل ذلك في 1989 في 97 96 في، لكن الحرب الأخيرة حرب داعش، أول من أعلن الحرب على التنظيمات نحن القوات المسلحة، في الوقت اللي كان في دول أخرى يدعمون دعما دوليا سياسيا وعسكريا كبيرا جدا، وهذا واضح ومعروف. لكن اليوم أصبحوا أعداء ويحاولوا، اليوم من زرعوا الإرهاب واليوم يحاولوا اجتثاثه من أجل السيطرة على هذه الدولة ومن أجل السيطرة على مقدرات هذه الدولة. ولكن ليبيا فضل القوات المسلحة اليوم أصبحت دولة حررت، أو جيش حرر دولته وأبعد عن الوطن شبح التقسيم، السيطرة الأجنبية، الوصاية، غيرها من الأمور الآن أصبحت خارج اللعبة تماما. نحن لازلنا سائرون في المعركة ضد الإرهاب، لازلنا ماضون في عهدنا لشعب الليبي العظيم أن المعركة لن تتوقف حتى يتم اجتثاث الإرهاب نهائيا من فوق الأراضي الليبية. هذا أمر هام على كل من يفكر اللعب مع القوات المسلحة واللعب مع الشعب الليبي أن يتذكر القوارشة، أن يضع في نفسه أو يحدث نفسه، هم الإرهابيين يقولون عندما تريد أن تقوم بعملية إرهابية فحدث نفسك بهذه العملية الإرهابية. أنا أقول لهم عليكم التحديث نفسكم بالقوات المسلحة وقدرة القوات المسلحة على مجابهة من يقف، مجابهتكم ومجابهة من يقف خلفكم من دول ومن تنظيمات دولية. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم نحن نزف هذا الخبر، نزف ليس خبر، نحن كنا نعرف أننا نحن منتصرين منذ انطلاق عملية الكرامة، منذ أن قبلنا التضحية، وهذه هي المعادلة الصعبة، أن تقبل التضحية بمالك بعمرك بروحك بأبنائك بممتلكاتك من أجل الوطن. نحن من أول جمعة الكرامة، بل قبل جمعة الكرامة من شهر اثنين لما خرج سيدي القائد العام من طرابلس وأعلن أن الوضع سيتغير وأن الأخوان لم يكن لهم مكان وأن الإرهاب سيحارب، من تلك الفترة نحن وضعنا أرواحنا على كفنا وبدأنا في هذه المعركة. وبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم المعركة تروا رجالنا وأسودنا كيف دحروا الإرهاب في بنغازي. هذا النموذج، نموذج بنغازي، سيطبق على كافة أنحاء الوطن بقوة بعزيمة بإرادة بوطنية، وبالتالي على الليبيين أن يثقوا في قوات المسلحة التي انتصرت أولا على المخطط الإرهابي الكبير جدا بإقصائها في 2011-2012-2013 بالتقاعد وبكثير بالاغتيالات وبكثير من الأمور. اليوم أصبحت قوة ضاربة، بالأمس حررت قوت الليبيين في منطقة الهلال النفطي بعملية البرق الخاطف التي خطفت أبصار الكثير وسببت صدمة للكثيرين، واليوم بالقضاء على أوكار الإرهاب في بنغازي وخاصة الوكر الرئيسي وكر أنصار الشريعة. ولو رأيتوا مقاطع الفيديو لهذا الوكر ولهذه الجماعات لا اكتشفت أن هذه الجماعات تظن في نفسها أنها سيطرت على الوطن بالكامل، ولكن قواتكم المسلحة، لا أريد أن أطيعكم أكثر من ذلك، اليوم نجحت وتزف لكم هذا الخبر الصار وتزف لكم هذه البشرة الرائعة جدا أن الوطن بخير وأن رجال الوطن بخير وأن بإذن الله سبحانه وتعالى سيعلن تحرير بقية المنطقة الغربية وغرب بنغازي قريبا جدا حسب تعليمات غرف العمليات وتعليمات سيدي القائد العام شخصيا. أحييكم وأحيي كل من تابع اليوم نشاطات القوات المسلحة وتحركاتها على الأرض. نحيي القنوات الفضائية التي كانت جادة حقيقة في متابعة الحركة التحرك القوات. نكرر ممنوع منعا باتن الدخول والتصوير داخل المحاور، ممكن المناطق المحررة الدخول إليها ولكن بحذر شديد جدا 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 بإذن من القوات المسلحة الموجودة. إذا أعطوك الإذن أدخل، ما أعطوكش الإذن أرجع لأن المنطقة منطقة الغاب وسلامتك تهمنا قبل سلامة العسكريين.
الوحدات عليها أن تنتبه أن التصوير داخل المحاور داخل منطقة القتال يكون بإذن من غرفة العمليات الرئيسية غرفة عمليات الكرامة أو من إدارة التوجيه المعنوي هي التي تقوم بالتوثيق والتصوير. نترحم على الشهداء الذين سقطوا اليوم. نشكر مستشفى 1200 مستشفى جلاء مستشفيات بنغازي الخاصة على دورهم الكبير جدا في الإسعاف وفي إجراء ما يلزم بجانب الصحي. نشكر كل الأهالي بنغازي الذين نفذوا التعليمات بإخلاء الطرق المؤدية للمستشفيات، والتحية الكبرى لجيش الوطني الليبي لمنتسبي القيادة العامة والقوة المساندة من الليبيين. إذا كان في سؤال أو نحن يريد نخلو الأسئلة، من احتمال بكرة حيكون فيه مؤتمر آخر استثنائي بحيث نطلعوا على مقاطع فيديو وعلى تم تصويرها اليوم باش تعرفوا مدى شراسة هذه المعركة وأن القوات المسلحة كيف تقدمت على هذه الجماعات، وبالتالي نترك الأسئلة لكم بعد مؤتمر الغد أو بعد انتهاء العملية بالكامل. أشكركم وأشكر كل الأخوة المشاهدين الشعب الليبي، نقول لهم ألف ألف مبروك الانتصارات. مشاهدينا الكرام، كنا في نقل مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي الاستثنائي لتقدمات الجيش الوطني في مدينة بنغازي. كانت هذه الحصيلة الأخيرة لتقدمات الجيش الوطني لحسم المعركة. وبهذه المناسبة مشاهدينا الكرام، باسمي وباسم كل العاملين في قناة ليبيا الحدث، نهني أبناء مدينة بنغازي بهذا التقدم، ونهني أيضا القيادة العامة للقوات المسلحة، ونترحم على كل الشهداء الذين سقطوا فداء لهذا الوطن في هذه المعارك. بهذا الختام نختم معكم مشاهدينا الكرام النشرة الإخبارية، ونذكر بالعناوين. المشير حفتر يحث وحدات الجيش على حسم معركة بنغازي. القوات المسلحة تسيطر على الجوارشة والحظيرة الجمركية في قنفودة بالكامل. وسلاح الجو الليبي يوجه عدة ضربات مؤثرة لتجمعات الإرهابيين في بنغازي. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام. بإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. وقبل أن أودعكم أترككم مع هذا الفيديو وفرحة جنودنا البواسل باقتحامهم لمدينة لمنطقة الجوارشة، أترككم لتتابعونا ذلك، وأنا إلى اللقاء. خشينا 270 الله